ومن الوجوه الشابة للحقيقة منورة مسلسل صفين لولي، الفنان الشاب ذو الفقار خضر. بقول لك طبعا مليون مبروك على المسلسل. ربنا يبارك بيك. طبعا أنا أول مرة سعيد جدا لأنه شفتك. أسعد. الله يخليك. بالنسبة لمسلسل صفين لولي من تأليف الكاتب المصري أحمد سعد وإخراج المخرج العراقي صفا عيدي وإنتاج شركة الناظر، بالنسبة لي كتجربة كوميديا ممكن الجمهور راح يستغرب، أنا جدا مقل بتجارب الكوميديا، ولكن حبيت أشترك بهذا المسلسل لأن الكوميديا اللي بيه إحنا نسميها لايت خفيفة، مو مثل الكوميديا المتعارف عليها قائمة على إحنا نسميه التهريج في العراق. حبيت هذه الكوميديا اللي بيها اللي هي الكوميديا الحياتية، يعني أنا جدا مقل بالكوميديا وبنفس الوقت جدا حذر في مشاركة هذا المسلسل، بس إن شاء الله يا ربي تطلع شخصية تحبها الجمهور. كلمني عن شخصيتك يا سيدة من خلال المسلسل. شخصيتي هي دكتور واثق، هذا الشخص دكتور تخدير اختصاص التخدير، بنفس الوقت هو واثق من نفسه ولكن من لا شيء. هو شخص ترثار احنا نسميها بالعراقي يتفلسف زايد، يعني يتكلم بمواضيع ما لها علاقة في نفس الموضوع بمصطلحات ما لها علاقة بالمشكلة أصلا. هنا أنا اعتمدت الكوميديا اللي موجودة بالنص على هذه الشخصية وتأطرت تحت هذا الإطار من الكاركتر. جميل. الكوميديا بقى سهلة ولا صعبة؟ لا الكوميديا صعبة جدا، يعني من المسكي يعني معروفة عندنا بالمسرح من السهل أن تبكي الجمهور ولكن من الصعب أن تضحكهم. الضحك يجب أن تكون ليس على الممثل في الكوميديا بل على الحدوتة في التمثيل، الموقف بالموقف نفسه أو على الحدوتة أو اللي عندكم في مصر الإفيه. فهذا الموضوع احنا يعني الحمد لله انا هذا يعني تقريبا رقم 40 اللي من المشاركات في المسلسلات، فصارت عندك شيء من الخبره وتعرف شلون تتعامل وشلون تعرف تخلق شخصيه وشلون تدار الكاميرا وشلون تبني الصراع اللي بالشخصيه، وخاصه سواء الكوميديا او التراجيديا، ولا تعود الجمهور علي بشخصيه الحبيب ودائما هذه تقولبت بيها، بس لا بهذا الشيء راح اطلع شيء جديد ان شاء الله. انت هنا برضو حبيب. هو احنا ما نريد نحرق الشخصيه، ولكن حبيب بمنطقه مغايره جدا، راح تتفاجئون انه راح يحب احدى شخصيات المسلسل اللي راح ينصدم بها الجمهور. معقوله انه شخصيه واثق راح تفاجئ الشخصيه، لانه اكو هناك تنافر ما بين السلوك ما بين الشكل ما بين حتى البناء الدرامي في النص في الحلقه الاخيره راح تبين اكو مفاجاه كلش حلوه للجمهور ان شاء الله. مشاهدك مع مين بقى من النجوم الجمال اللي معنا؟ مشاهدي مع الاعلاميه ساره مسعد اللي هي لها اول تجربه درامية، بنفس الوقت إلي مع الأستاذ عزت أبو عوف، وهذا طبعا إلي شرف كبير جدا وراح افتخر بالسي في مالي أنه وقفت مع هكذا قامة عملاقة وهكذا هرم مصري في عدة مشاهد، والأستاذة أيضا رندا البحيري أيضا بالإضافة للمشاهد مع ولي الطاها الممثل المصري. شخصية واثق هي محور تتنقل من هنا لهناك لثرثرتها التي تنقلها من مكان إلى آخر، ولهذا تجده مع كل الممثلين ولكن أكثر شيء مع الفنانة سارة مسعد. يعني توقعاتك بقى للمسلسل تتوقع إيه لما يتعرض في رمضان؟ توقعاتي أنه هناك تعطش للهجة العراقية بصراحة عربيا. أنا أحس لما نتكلم عراقي مع أخواننا المصريين أو أخواننا العرب لما نسافر بلاد أخرى تكون عندهم آذان إيقاع جديد على أسماعهم. بنفس الوقت القفش العراقية للأسف إحنا دراماتنا العراقية محلية، هاي الخطوة أعتقد جريئة من نوعها وجدا أتوقع لها النجاح لأنه عناصر العمل متكاملة لإنجاح هذا العمل. أعتقد أنك هتتكلموا مصري بقى في نهاية التصوير. ممكن كده يعني. بالمناسبة هو في هناك أكو بعض المشاهد نتكلمها إحنا العراقيين بصورة عامة، عندما نسافر البلد الثاني عربي نتكلم بنفس لهجتهم، يعني لما جينا على مصر نتكلم زيكم كذا. في المشاهد مثلا مع الأستاذ عزت أبو عوف عفوا نتكلم مصري، ولكن المشاهد مع الممثل العراقي نتكلم عراقي. بتقلبوا بتتحولوا. بالضبط هو هذا، هاي إحنا لهجتنا ممكن إحنا نحولها، ولكن من الصعب إنه على الغير عراقي يتكلم اللهجة العراقية. أكيد اللهجة العراقية لهجة جميلة ومحببة للأذان وللقلوب في كل الوطن العربي. طبعا بشكرك جدا وبتمنى لك كل التوفيق حبيبي، وان شاء الله رمضان كريم ورمضان محبه وسلام على الجميع يا رب شكرا حبيبي، متشكر.